بث الإعلام المعادي على منصته على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة تزعم أن محطات تحلية المياه في مصر تقلصت إلى الثلث، لكن ما الحقيقة غير ذلك؟ إذا رصدت إكسترا نيوز البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان وتفيد بأن الوزارة تنفذ حاليا نحو 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تقدر ب 682 ألف متر مكعب بمحافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح وبورسعيد بتكلفة حوالي 9 مليارات و400 مليون جنيه.